السلام عليكم الإخوان أصدقاء، مرحبا بكم الخوت في كانتي ديال يوم الأربعاء اللي غيمشي في نانت غران ناسيونال دي تروت باريتير في الدوزيام كورس. الكورس غادي تمشي مع الجوج تقريبا مع الثانية زوالا، لا ديستونس ديالها 3000، وكاين بروميير بوطو دوزيام بوطو تروازيام بوطو. تروازيام بوطو فيه جوج ديال الخيول كلارك سوتو ماتيو ابريفار، وكاين كلين كيم سيز جون ميشيل بازير. عاود ما عمرو ما خسر، وعاود اللي كاين تيجري في هاد البري هذا وكيربحو، واخا مروندي ب 50 متر وكيربح. مثلا في 2019 كان مروندي ب 50 متر وكان ربح، وكان الكلارك سوتو كان مروندي ب 25 متر وكان دار كاتريام دي فيري كاتر بي الكنز. الكنز دابا حاليا ولا مروندي ب 50 متر وفيري عاود فيري. 2018 نفس الحالة كان هو اللي كان ربحهم، ولكن غالبا كيجي تيجي البروميير بوطو بكثرة، يعني كما كنشوفو ثلاثة ديال الخيول في البروميير بوطو. هنا كانوا جاو جوج في الدوزيام بوطو وعاود ديال التروازيام بوطو. هنا البروميير بوطو كامل بروميير بوطو. على كل حال اخوتي رانا نركزو على البروميير بوطو في التيران ديال نونت ديرنيير ميليت هو فاكير ميليتي. على كل حال السايز جون ميشيل بازير عاود نقدروا نقولوا هو اللي غيربح، واللي غيباطي هو الويت فلاي سبيد. الفلاي سبيد كذلك عاود في المستوى. الكورسه ما غتكونش بعيده، الكورسه ما غتكونش بعيده، غتكون قريبه. يعني السايز في الدوزيام بوطو وعاود ما بين 13 14 في الدوزيام بوطو 13 ولا 14 فريك دوشين وايرو دوشين. تقريبا هما اللي مرشحين كستيام ويتيام فافوري، حيت غالبا غيضربوا بليبتي نيميرو. فرانك نيفار عنده ايدي دي فيفيير خيول ديال باتريس تيغي، تو كذلك ديفيري كاتر بي موتير خيول ديال فرانك هاريل. ديسباغيدو اولا ديسبيغادو تلعود اصلا ديال بازير هاد العود ديسبيغادو، هاد العود مشى للمونتي داير ديفيراج عنده فقط في الانتيريور. في الاعتقاد ديالي هاد العود كان ديال بازير، يعني غادي نشوفو واش اصلا هاد العود كان ديال بازير ديال جون ميشيل بازير. غران بيست كورس تي كان دار كاتريام مع سيبيل كينواي، مي هاد العود مبقاش عند بازير، تيبقى بعيد شوية تيبقى من اكبر لي توكار ديال لاكورس. ايريك رافير ركب على العود ديال خيول ديال جيلوت، العود تا هو غادي ينافس تا هو، والربعه الخمسة كذلك ديستان كاريسي. باي اند باي عود جاي خاسر غيمشي اوتسايدر، وتبقى فاكير ميريتي تا هو غيمشي فافوري. مي هاد العود ماشي فلاغوس، ما عندوش ديك سبيسياليست فلاغوس، مي تيبقى تا هو في جي ان بي كلو درواتي. هذا العود كلو درواتي، عنده الغازو ديالو جيم دي فيري. المهم عود تيدير درواتي، تيبقى مشكوك شويه في امره هاد الرقم سبعة. والعود اللي كانت دا جي ان تي في تولوز، جي ان تي في تولوز شهر 6 في 23 في الشهر، هذا مكان غانيو غاني جي ان تي دو تولوز في الاواخر ديال شهر 6. الفلاي سبيد جون فيليب موكلا عاود ديال الصابل، عاود غادي ينافس بقوه على مقعد من لي 5 برومي. على كل حال برونوستيك ديالنا ان ناخذ الرقم 1 والرقم 2 والرقم 4 والرقم 5 والرقم 8. 1 و 2 والربعة والخمسة والثمانية، خمسة ديال الخيول. وغتمشيو عند كلين جيم عاود ديال لاكان في الاعتقاد ديالي، وتيبقى
13 14 هما الخيول اللي كاينه. مرشحه في الدوزيام بوطو، دوزيام بوطو كراك موني دير، ما كنتوقعش ان كراك موني رقم 12 ولا فوري جدي بون ولا العشرة بات جولوري ولا تيغانا ويدا، ما كنتوقعش هاد الخيول اللي طلعوا. فقط اللي يقدر يطلع السايز والتريز والكاتورز والويت والسنك والكات والدو تقريبا. شكون لي توكار هنايا؟ كاين فقط الرقم جوج هو لي توكار، اير ديليوز موتير، خيول ديال فرانك هاول او فرانك هاريل هو اللي ممكن يطلع. الكورسة غتكون قريبة ما تكونش بعيدة. العود كما غادي نشوفو جاري في سانت مالو في الكرون ناسيونال دو تروت، وكان دار كاتريام بلاس في شهر 8. تنظن ان الكرون ناسيونال دو تروت حتى هادي الكرون ناسيونال دو تروت باري تيرف، كان هو دار كاتريام في البروميير بوطو، وكان جد كان ويدا سانكيام، والكلين كيم كانت عندو لا رونتي سايز، وكان فيري وكان مروندي بخمسين مترو، وكان كراك موني مجاش باد جولوري ديس كاليفا. كنت وقع ان الجوج يقدر يبلاسي، رقم جوج يقدر يبلاسي. على كل حال اخوتي لي فافوري ديال جينيكول 16 8 7 هو التروازيان هو الاول في السيكوند شونس، كاين الخمسة والواحد والربعة والربعتاش والتلتاش. تنظن ان الكورسة ماشي بعيدة، الكورسة غتكون قريبة، ربما تكون هنايا يتقاتلوا عليها التمنية ديال الخيل، ولكن انا زدتهم رقم جوج اير ديليوز. عاود تيمشي معاهم في الكرون ناسيونال دو تروت. غادي نمشيو لي بلي رابيد ديرنيير مينيت هو رقم سبعة، لي بلي رابيد سيغ لو باركور كاين 16 15 4 5 9. واللي رابحين في التيران ديرنيير سوكسي سيغ لو باركور 3 4 8 16. بالنسبة للكات اخوتي هاد العود راكب على ايريك رابفان، عود تيديس كاليفة بزاف. هذا هو رقم 3 كان ديال البازير ديسبيغادو، عود لي تاع المونتي، ولكن هو عود ديال الاتلي، ولكن تشونجمون البروبريتير تشونجمون لونترينور دار المونتي دار المونتي عاود ديليسي العود دير له التيفيراج فقط في رجل وحدة تنظن في الانتيريور. بالنسبة لخوتي الرقم ربعة، الرقم ربعة عود نيرفوس، عود راه نيرفوس، عود يقدر يديسكاليفا، عاود لما ديسكاليفاش ياخد بلاصة هذا. المهم نشوفو لا ميزيك ديالو اون جينيرال، لا ميزيك ديالو كيما كنشوفو عندو ديسكاليفي في الفانسن 2020، تبع في ديسكاليفي دار نافيام دار دوزيام دار ديسكاليفي غانيو دوزيام غانيو ديسكاليفي غانيو ديسكاليفي غانيو غانيو سيتيام دوزيام ديسكاليفي غانيو كاتريام ديسكاليفي. المهم مرة هاد العود تيديس كاليفا، مرة كيديس كاليفا، وتبقى وارد هاد العود. هنا في الأونغان في شهر سبعة كان ربح في الأونغان في الصابل 2009 كان دار كاتريام بلاس مع ايرو دوشين. مهم تبقى عود موجد، كورسة ما غتكونش بعيدة. مهم ممكن ديك 16 ملي تقدر تجي ديك 16 ملي، لانهم صحاح بزاف الفلاي سبيد والكلين جيم، تيبقى بور لا كاتريام تروازيام كاتريام سانكيام، يتقاتل عليها التريز او لا الكاتورز، ربما الان ربما الكات ربما السانك ربما الجوج. هذا ما كان اخواني، وتحياتي لكم ومع السلامه.